بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، مقالة لفتت انتباهي. هل يمكن أن يكون كوننا يسبح في كواكب مائية؟ يعني ملخص هذا البحث أيها الأحبة أن الكون فيه الكثير والكثير والكثير من الكواكب التي تحوي على الماء، ليست الأرض فقط. طبعا مؤخرا اكتشف العلماء وجود ماء في المريخ، ووجود بقايا ماء متحجر أيضا في طبقات القمر، ولاحظوا أن النجوم الشابة ينشأ حولها جزيئات من الماء والكربون وأشياء أخرى. الحقيقة أيها الأحبة، أنا أود أن أتأمل معكم ما كتبه الباحث هنا بتاريخ 27 مارس آذار 2021. الحقيقة هناك افتراض شائع بين الخبراء، خبراء نشوء الأرض، يعتقدون أن الماء جاء نتيجة النيازك. طبعا أنا أعتقد أن هذا جزء من الحقيقة، ولكن هناك ماء موجود في باطن الأرض منذ تشكل الأرض أيها الأحبة. ونحن تحدثنا قبل سنوات، قلنا هناك آية في القرآن العظيم مهمة جدا، إشارة مهمة جدا: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن أخرج منها ماءها، منها من داخلها، يعني أخرج من باطنها. إذن الماء موجود في تكوين الأرض، وبنفس الوقت هناك نيازك بالفعل مليئة بالماء ضربت الأرض عبر مليارات السنين وشكلت، يعني أضافت للأرض كمية من الماء. لذلك الله تعالى يقول أيضا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. وبالنتيجة حتى الماء الذي في باطن الأرض وخرج منها هو أصلا جاء من بين النجوم أيها الأحبة. يعني ماء الأرض الذي خرج من الأرض، أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا الماء أحبتي في الله أصلا هو نشأ بين النجوم، لأن الأرض تشكلت هي والمجموعة الشمسية طبعا من الدخان الكوني، دخان كوني. وهنا لدي إشارة في القرآن تقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، تتحدث عن خلق الأرض وأن الله بعد أن خلق الأرض استوى إلى السماء وهي دخان، أي كانت دخانا وهي الآن دخان. يعني أثناء خلق الأرض كان الكون غرفة مليئة بالدخان، كما يقول باحثو وكالة ناسا، الكون كان غرفة مليئة بالدخان، نشأت منه الأرض، ولا زال الدخان مستمرا ويملأ مساحات هائلة من الكون أثناء خلق الأرض وبعد خلق الأرض. وحتى يومنا هذا أيها الأحبة هناك سحب دخانية تمتد لمئات وآلاف السنوات الضوئية. لذلك أحبتي في الله، جامعة كوبنهاغن الباحثون فيها وجدوا أن هناك جزيئات من الجليد والكربون يبلغ حجمها مليمتر تقريبا تدور حول جميع النجوم الشابة أو الفتية، يعني النجم الذي نشأ حديثا، وجدوا أن هناك الماء موجود فيه وعناصر أخرى. طبعا الكربون إشارة للدخان الكوني. أنا هنا أيها الأحبة قبل أن أكمل، فقط لكي يعني نتخيل عظمة القرآن، الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن خلق السماوات والأرض، يعني اليوم العلماء أحبتي في الله يتحدثون عن بدايات خلق الكون وأن هذا الكون كان الماء جزءا أساسيا منه منذ بدايات خلق الكون. الله تعالى ماذا يقول؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. إذا ربط بين خلق السماوات والأرض وبين وجود الماء في ذلك الوقت. الآية الثانية التي
طالما انتقدها الملحدون والمشككون، عندما أنبأ الله عن بدايات خلق الكون وأنه كان رتقا، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ماذا قال بعد ذلك؟ انتبهوا أيها الأحبة، العلماء في السابق لم يكن أحد منهم يعني يلمح لا من قريب ولا من بعيد إلى الماء، كانوا يتحدثون عن غاز الهيدروجين في بدايات خلق الكون وتشكل النجوم، فقط الهيدروجين. اليوم بدأوا يتحدثون عن وجود ذرات أو جزيئات صغيرة جدا بقطر مليمتر من الماء، جزيئات. لذلك الله تعالى عندما تحدث عن خلق السماوات والأرض أو بداية خلق السماء والأرض، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي كانتا كتلة واحدة، فتقها الله سبحانه وتعالى، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. طيب يا أخي، أنتم اليوم أيها العلماء وجدتم أن الماء موجود في كل الكون، ومنذ بداية تشكل النجوم، النجوم الفتية أو الشابة، وأن هناك جزيئات من الماء تملأ الكون، وأن الكون بالفعل كان كتلة واحدة ثم توسع بشكل مفاجئ كما تقول أحدث النظريات الكونية، التضخم المفاجئ أو السريع. كتاب أنزل قبل 14 قرنا ينبئكم بنفس المعلومة، ينبئكم بنفس المعلومة، أولم يرى الذين كفروا، الخطاب للملحدين والمشككين، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق والفتق كلمتان تناسبان النسيج أو القماش. شكل الكون الآن عندما بدأ الكون يتشكل، تشكل على شكل نسيج، نسيج كوني، أحدث صورة كونية تحدثنا عنها في, في, في فيديو عن أول صورة للحبوق، صورة حقيقية، علماء فرنسيون أطلقوا هذه الصورة التي أخذت معهم سنوات من العمل. شكل الكون عبارة عن نسيج، لذلك القرآن هنا استخدم رتقا، الرتق والفتق كلمتان تناسبان البنية النسيجية للكون. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بشرا عاديا ليس باستطاعته أن يأتي من كلمات اللغة بالكلمة المناسبة ليستخدمها مع بدايات خلق الكون ويقول لك إن الكون كان كتلة واحدة ثم انفصلت أجزاؤه وفق نظام الرتق والفتق ليناسب تشكل النسيج الكوني أو الحبك الكوني، ويذكر بنفس الوقت وجود الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ثم يختم الآية ويقول لك أفلا يؤمنون. طيب، ألا يكفي أن هذا الكتاب حدثك عن بداية الخلق وحدثك عن شكل الكون بنية نسيجية واستخدم الكلمات الدقيقة الرتق والفتق، وتحدث عن الماء منذ بداية الخلق الذي أنتم اليوم تكتشفونه عام 2021، بعد ذلك يقول لك أفلا يؤمنون؟ يعني هل لديك شك أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى؟ هل لديك مصدر أدق من هذا للمعلومات؟ لذلك أيها الأحبة، يعني هنا أنا أقرأ من مجلة Science Advances، المقالة منشورة على مجلة Science Advances، حيث يقول إن جميع الكواكب في مجرة درب التبانة ربما تكون تشكلت وفق نفس آلية تشكل الأرض والمريخ والمشتر وكذا، وأن الماء هو جزء أساسي من تكوينها، لأن الماء موجود في الكون منذ بدايات الخلق. يعني مع العلم أن الماء يشكل بالنسبة للأرض 1% من كتلتها الحالية يعني، ولكن هذه 1% ضرورية جدا للحياة. يعني نحن على الأرض، على سطح الأرض لدينا نسبة الماء مثلا أكثر من 70%، ولكن بالنسبة لكتلة الكوكب لدينا 1% فقط، أو 0.1% عفوا، 0.1%.
طيب يعني ما الذي يجعل هذا الماء يطفو على سطح الأرض؟ لماذا لا ينزل عميقا؟ لماذا لا ينزل عميقا أيها الأحبة؟ لأن الله وضع قوانين تناسب أن هذا الماء يكون على السطح ويختزن في طبقات تحت الأرض ضمن دورة كبرى، دورة مائية كبرى، يتم خروج هذا الماء تباعا عبر ملايين السنين، وليبقى محافظا على كمية الماء اللازمة لحياتنا نحن البشر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقانون يعني، فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. تصوروا أيها الأحبة، لو أن الطبيعة المزعومة أخطأت وجعلت الوزن الجزيئي لهذا الماء مثل الحديد أو عناصر أثقل، سيغوص إلى باطن الأرض. تصوروا أيها الأحبة، لن يبقى على السطح. إذن الله جعل الكثافة الماء مناسبة جدا أن يطفو على السطح، وجعل سبحانه وتعالى تركيب الصخور أو طبقات الأرض مناسبة لاحتجاز كميات هائلة من الماء لكي تخرج تباعا، أخرج منها ماءها ومرعاها، وتبقى هذه البحار لملايين السنين. وإلا لجفت البحار، يعني المنطق يفرض أن لدينا بحار ولدينا الشمس ولدينا كوارث كونية تحدث ونيازك تضرب الأرض عبر ملايين السنين، ولدينا مشاكل كثيرة يمكن أن تحدث، على الرغم من ذلك نجد أن هذا الماء مستمر وموجود ونستمتع به. وإنا على ذهاب به لقادر. من الذي أسكنه في الأرض؟ الله. من هو القادر على أن يذهب به ويبخره فلا نجد ماء؟ هو الله أيضا. لذلك أيها الأحبة، هنا بدأ العلماء يفترضون أن هناك حياة ذكية أيضا خارج الأرض بناء على هذه المعطيات. وهنا يأتي القرآن ليضيف لك هذه المعلومة وهذه الإشارة العظيمة: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما بث فيهما من دابة، فيهما أي في السماوات والأرض. وانظروا إلى كلمة بث التي تناسب معنى نشر في كل اتجاه. وبالفعل العلماء يقولون هذه المياه موجودة في الكون، وقد تكون دليلا مؤكدا على وجود حياة ذكية مبثوثة في أنحاء الكون. طيب يا أخي، أي كتاب يستطيع أن ينبئك بهذه الأبحاث الدقيقة؟ والله إن هذا القرآن أيها الأحبة كما وصفه الله عز وجل أنه كتاب العجائب، وكتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.